السيدات الفضليات والسادة الأفاضل، مرحبا بكم في رحاب الجامعة الليبية الدولية في يومها العلمي السنوي الرابع. اليوم نلتقي معكم في هذا اللقاء العلمي الذي نأمل أن يشكل إضافة علمية مميزة. والآن نستمع لكلمة أستاذ دكتور محمد سعد رئيس الجامعة، فليتفضل مشكورا. ورد إلى ذهني اليوم يعني جامعة عمرها 16 سنة تقيم اليوم العلمي السنوي الرابع، يعني معناها فيها 12 سنة هذين كانوا ضيعات. الفكرة ليس في كون أن هذا اللقاء هو فورماليتي، يعني حاجة هيك شكلية، هو استعراض لجهد ونشاط بحثي ونشاط علمي على مدى سنة كاملة. وكان حتى أجيبكم على التساؤل الأول، يعني 12 سنة اللي لم تكن واردة، كان الأيام العلمية والنشاط البحثي والعلمي على مستوى الكليات، ولكن يعني تطورت إلى أن يكون هناك مثل هذا التجمع لكي أولاً نحتفي بالبحث العلمي ونحتفي بمن تميز في البحث العلمي. وإحنا مؤكد بأن مسؤوليتنا كمؤسسة أكاديمية وكجامعة ليس فقط في التعليم ولكن في إنتاج المعرفة. إذا ما يعني يتردد على ألسنة الكثير بأن الجامعات هي بيوت الخبرة، هذه الخبرة ليست نابعة فقط من علوم ومعارف متناقلة ما بين الأساتذة، ربما بعضها نقل المعرفة من المجتمعات المتقدمة اللي درسوا فيها الأساتذة ويعني تحصلوا على هذا المستوى من التعليم والمعرفة، ولكن ذلك لن يكون مفيد ما لم يكن فعلا هناك عمل حثيث من أجل حل المشاكل اللي يعاني منها المجتمع، من أجل البحث العلمي للإجابة على تساؤلات كثيرة تهم المجتمع اللي من حولنا. البحث العلمي ليس ترفا، تعودت يعني كثير من المؤسسات الأكاديمية الجامعات الليبية بأن يكون هناك بحوث، لا أريد أن أقول عنها شكلية ولكنها لاستيفاء متطلبات أعضاء هيئة التدريس للترقية، وربما يستوفوا يعني كثير من الاشتراطات الأكاديمية اللي مطلوبة منهم، لكن السؤال هو ماذا أضافت هذه البحوث للمجتمع وماذا يعني عملت من أجل تطوير ونهضة المجتمع ونهضة البلد. فيه من يقول بأن للأسف يعني المشكلة ليس لكون أن هؤلاء البحاث يقوموا بأعمالهم بإنتاج يعني المعرفة من خلال إيجاد حلول لمشاكل يعاني منها المجتمع، لكن لا أحد ينتبه ولا أحد يسترشد به ولا أحد يعني يطلع على مثال صارخ يعني وحديث يعني كارثة كبرى يعني صارت عندنا في إعصار دانيال، عندما يعني كان هذا الطوفان يعني كارثة يعني أودت بحياة عشرات الآلاف من البشر في دقائق معدودة. في بحوث علمية نشرت وبحوث علمية للليبيين قاموا ب يعني تنبؤ بمثل هذا الذي حدث، لم ينتبه أحد لذلك لأن التوسل العلمي يعني بمعنى استخدام العلم كوسيلة لاتخاذ القرارات والتوسل العلمي من أجل حل المشاكل ليس يعني
الممارسات اللي قائمة في أجهزة الدولة ولا أدوات اتخاذ القرار في مستوياتها المختلفة. هذه المشكلة ليس يعني سببها هو قصور لدى البحاث والجامعات، ولكن هو عدم استفادة من هذه الأبحاث. فنحن مهمتنا واللي يجب أن نركز عليها أولاً أن تكون الأبحاث أبحاث رصينة وتنتج معرفة وتساهم في التنمية وتساهم في تحول المجتمع والتغيير فيه، يعني لا تكون فقط لمجرد الأبحاث. يعني كثير من الأبحاث اللي أكاديمية يقوم بها يعني كثير من الأساتذة ربما يعني بنفس المنهجية اللي قيمت في أبحاث أخرى في دول أخرى ووصلت إلى نفس النتيجة، وهذا ما أضاف الشيء، لأن المعلومة والمعرفة أصلاً قائمة في بحث سابق، بينما فيه كثير من الأشياء اللي مرات حتى بسيطة جداً في يعني على سبيل المثال المؤشرات الوطنية، في المقاييس الوطنية، يعني في بعض الأشياء اللي ربما مجتمعنا لديه نمط في الحياة وأسلوب تغذية وأسلوب حياة وغيرها، في أشياء مختلفة عن اللي موجودة في العالم الآخر. فنحن في أمس الحاجة للبحث العلمي المرشد، البحث العلمي الذي يفيد والذي يضع أساس للتطور المجتمع. الشيء الآخر المهم واللي لابد أن نحن نركز عليه هو أن هذه الجامعة بدأت كجامعة تركز على مهمة التعليم والتعلم، وطورت في ذلك يعني كثير من الأسس اللي من بينها استراتيجية التعلم الذاتي المرشد. واحدة من أساليب التعلم تسمى investigative based learning، يعني الاعتماد على البحوث في التعلم. احنا مطلوب من كل طلبتنا في كل البرامج من ضمن المتطلبات الجامعية يدرسوا طرق بحث ويدرسوا statistics يعني ويعملوا أبحاث. لابد أن يكون في مشروع تخرج، هذا لكي يعودهم على أنهم يعملوا من أجل أن يكونوا بحاث ويعملوا من أجل تطوير مجتمعهم. فمهمتنا ليست بالسهلة، وأعتقد أن هذه الجلسة اليوم هي منصبة في هذا الهدف، بأن نحن نريد أن نركز على الجانب الآخر، مش بس التعليم اللي هو الجانب البحوث والاستشارات، وأن يكون عندنا دور في المجتمع لتقديم المشورة ولحل المشاكل وأيضا العمل على إنتاج المعرفة. الفلاسفة يقولوا بأن يعني الوصول إلى إنتاج المعرفة لابد أن يمر بشيء اسمه إدارة المعرفة. فما نقوم به إدارة المعرفة في هذه الجامعة، وربما هذا جزء منا هذا اللقاء اللي احنا قايمين به اليوم واللي حريصين على أن يستمر، هو جزء من هذه الإدارة، لأننا إلى يومنا هذا كمجتمع نقصد وك يعني ممكن يعني شعوب المنطقة كلها، احنا مستهلكين للمعرفة، مستهلكين لما يتم إنتاجه من تقنيات جديدة ومن معارف ومن ابتكارات ومن ما فيش حاجة مستحيلة. ونعول على العنصر البشري العقول الوطنية اللي احنا واثقين من انها لا تقل قدرة وإمكانية عن غيرهم من اللي في المؤسسات الأخرى. ليبيين يعني في أي مكان في أي دولة من دول العالم لما يدخلوا في السيستم في النظام يتميزوا، يبدعوا، يطوروا من أنفسهم، يطوروا من مكانتهم، ويضيفوا للمعرفة ب يعني إنتاج رصين. معناها المشكلة راهي ما هيش في العقول، هي في المؤسسات. ذكرت السيستم النظام، احنا مطالبين بخلق هذا النظام اللي يشجع على البحث العلمي ويشجع على إنتاج المعرفة
ويشجع على الاهتمام بالأساليب العلمية والمنهجية العلمية. وأيضا نحن نحاول ولن نألو جهدا في أن نوصل هذه المعارف لمن يستحقها. وإحنا في كل الأحوال يعني ممكن ربما لا أدري، لكن أعتقد بأن الجامعة الخاصة الوحيدة اللي عاملة ميزانية للبحث العلمي، لعل حتى الجامعات العامة ليس لديها هذا الترف بأن يكون هناك مبالغ مخصصة للبحث العلمي. في ولا ما فيش رفيق؟ رفيق يقول لي ما فيش. أنا لا أريد أن أجزم، ولكن على أقل تقدير عن تجربتي الخاصة، لأني أنا كنت رئيس لجامعة قار يونس، كانت فيه ميزانية للدراسات العليا، ويجيبوا فيها في آخر شهر في السنة، ويطلبوا منا أن احنا نستفيد منها في الدراسات العليا، وبالتالي تنعكس على البحث العلمي. أتذكر في سنة من السنوات لما كنت عميد كلية الطب، ويعني كان شخص آخر في رئاسة الجامعة، قال خلونا نستفيد منها، شروا بهن ستائر وشروا بهن أثاث وشروا بهن سياراته. لا، هذا المفهوم لابد أن يتغير. فنحن فخورين بأن هناك ميزانية مخصصة للبحث العلمي، وأيضا حريصين على أن هذه الميزانية تتضاعف كل سنة. لو يعني ركزنا على بعض من المناشط اللي مرتبطة بالبحث العلمي، أنا أرجو أن لا أطيل، يعني أعتقد أن الوقت، بعض من المناشط يعني على سبيل المثال، كل من ينشر بحثا ولا يقبل البحث في مؤتمر علمي رصين، أن نمكنه. في جامعة قار يونس لما كنت في دير، خذيت عهد على نفسي بأن أي واحد يقدم على مؤتمر هو عنده ورقة مشارك فيه لابد أن نمكنه. وفي ذاك الوقت طبعا قبلي كان القرار الإفاد عند أمين التعليم العالي، لما أنا جيت للجامعة أخذوا القرار عند اللجنة الشعبية العامة، يعني مستحيل أن واحد يحصل قرار إفاد لأي مؤتمر دار. لكن لأني وعدت نفسي بأن لابد أن يمكنوا، وكان مشكورا المراقب المالي ساعدني في ذلك، استطعنا أن نحن نوفد كل اللي عندهم رغبة بأنهم يذهبوا في حضور مؤتمرات علمية. كنا نصرف عهد ويعني نتحايل على القانون من أجل، لأني كنت واثق من أن هذا العمل هو من صميم اهتمامات الجامعة. تعرفوا اللي يعني خلتني أبر بهذا الوعد ولا أخالفه، بأن أولئك اللي كانوا عندهم أوراق علمية، أنا أحكي على جامعة قار يونس اللي كان في وقتها 3000 عضو هيئة التدريس، كانوا اللي عندهم أوراق علمية ومقبولة في مؤتمرات رصينة، عددهم محدود. يعني بصراحة احنا تحملنا مسؤوليتنا في المخالفة، ولكن ما شكلتش أزمة لأن كان العدد محدود، الناس اللي عندها جهد في البحث العلمي عددهم محدود. طبعا في كثير من الأبحاث اللي تنشر محليا وفي مجلات غير ذات قيمة ويترقوا، ماشي الأمور، يعني احنا لا نتحدث عن ذلك. في هذه الجامعة احنا حريصين على أن أي واحد عنده مساهمة في مؤتمر علمي، مؤتمر يعني ذا جدوى وعنده، نمكنه من ذلك. وهذا ربما ما ميز هذه الجامعة، والعنصر اللي يعني البحاث وأعضاء التدريس اللي في الجامعة، ونحن يعني نفرح لما نلقوا حد مهتم بالبحث العلمي. نريد أن نتحول إلى مؤسسة تشجع على البحث العلمي، ويعني تحسن إدارة المعرفة لكي نتمكن من إنتاج المعرفة المطلوبة. شكرا جزيلا ووفقكم الله. اليوم العلمي السنوي للجامعة والاحتفاء بأن طلابنا وأعضاء التدريس عندنا قدروا على مدى عام كامل أنهم يديروا أبحاث
ومنها ما يصل إلى النشر، وهي فكرة بدأت من فترة طويلة، الإعداد لها من فترة طويلة. بعد كنت أنا وقتها في مركز البحوث والاستشارات، وكان السيد أستاذ دكتور مصطفى الفاخري وكيل الجامعة للبحوث والاستشارات والدراسات العليا. في هذاك الوقت كانت نقطة تحول مهمة، كانت الفكرة أن يجب أن كل طلاب الجامعة يكون عندهم بحوث تخرج، لأن لاحظنا أن كليتين وهن كانن الصيدلة والآي تي وقتها أكثر الكليات نشراً لأن عندهم بحوث تخرج، فتم تعميم الفكرة على الكليات كلها، وأنا أعتبرها نقلة كبيرة هذاك الوقت، لأن بدأنا نجني ثمارها وبدأ الكيرف متاع البحوث وعدد البحوث المنشورة سنوياً في الجامعة يزيد بشكل كبير. بالتأكيد بنضع في الاعتبار زيادة أعداد الطلاب وزيادة أعضاء التدريس، في فاكتورز وجدت، ولكن من المؤكد والباين علينا أن وخاصة بعد ما حطينا ودرنا المنظومة أن العديد من هذه البحوث تمت كمشاريع تخرج ووصلت إلى مرحلة النشر. وزي ما قلت، ومش دائما الأرقام فقط هي اللي أنت تقدر تعب عليها، لأنك تبي تحلل أيضا، يعني مرات أنت تزيد بس مش بس زيادة العدد، زي ما قال دكتور محمد دبوا بحوث يعني رصينة وتنشر في مجلات مميزة، وهذا عليش النشر في المجلات المحكمة ذات التصنيف في العالي. أصبحت الجامعة وبقرار من مجلس الجامعة تعطي مقابلة مكافآت مهمة. فالنقطة الأخرى اللي أنا بقولها بعجالة، أن تمكننا خلال السنوات اللي فاتن من أن يكون في مشاريع تخرج في جميع الكليات، أن تقوم جميع الكليات بعمل أيام علمية. هذا كان أيضا كانت مشكلة أخرى، لم تكن الأيام العلمية أساس في جميع الكليات، وكانت الكليات اللي تقوم بها سنة وسنتين لا وبعدين ترد أخرى، وهذا مثبت كله بتاريخ وذاكرة الجامعة. لكن لما بدأ الاحتفال باليوم العلمي السنوي للجامعة وأصرينا أن كل كلية يكون عندها يوم علمي، هذا أيضا كان إنجاز آخر تحقق، وإحنا اعتبرناه تحقق مع الخطة الاستراتيجية اللي هي 2021 إلى 2023. الآن وإحنا مقدمين على خطة استراتيجية جديدة 2024 إلى 30، بدأنا نفكر أن اليوم العلمي السنوي للجامعة لن يكون بهذا الشكل، ولن يكون تحت مسمى اليوم العلمي السنوي، ولكن سيتركز الاحتفاء على الإنجازات المميزة في مجال البحوث وين ما تكون وهوأفر كان وراها. هذا الإنجاز المميز حيكرم في حد ذاته وفي مناسبته اللي هي مديورة عليشانة، والكليات كلها أصبح عندها أيام علمية سنوية، إحنا نمشو لهم في الأيام العلمية السنوية متاحهم، مش ما يقعدش في ريبيتيشن للأكتيفيتي وتبدأ مجرد يعني استهلاك للريسورسز سواء كانت وقت أو بشر أو فلوس بدون داعي. آخر حاجة قبل ما نختم، أنا حابة نشكر فريق العمل متاعي في وكالة البحوث والاستشارات، الدكتور أستاذ دكتور رفيق المهدوي مدير عملية البحوث بالجامعة، الأستاذ مصعب مدير عملية الاستشارات بالجامعة مصعب البرغثي، بالتأكيد قبل الكل أستاذ دكتور سليمان الشريف وهو مدير مركز البحوث والاستشارات، ومهندس أنس الطويل. الفريق الأربع أشخاص هذوم يعني لا تتخيلوا كم الشغل اللي هم يديروا فيه. ممكن تشوفوهم ماشيين جايين مساكين الدور الثاني اللي حطوا فيه في المبنى الآخر، مرات كل شوية جاييني في المبنى التعليمي الثالث غير التواصل الآخر، لكن أنا أحييهم صراحة على المجهود الكبير اللي أدوا فيه، سواء إلكترونيكلي سواء فيزيكلي، قاعدين ننجزوا، قدرنا ننجزوا الكثير من الأشياء اللي العديد من الإدارات ما قدرتش توصلها بنهاية الخطة الاستراتيجية الحالية. فأنا بصراحة حابة نشكرهم واجد، درنا أليات وإجراءات، درنا سياسات، عندنا نشرة البحوث، وعندنا أيضا نشرة البحوث توا في نهاية السنة إن شاء الله حتعلن عليكم في الجامعة، وشكرا جزيلا على حسن انتباهكم. نبدأ أول عروضنا لليوم مع أستاذ الدكتور فرج الصلابي. حضرتك موجود معنا على الزوم. عنوان التوك تاع الدكتور Connected Care How Cyber Physical System and Fabricated Machine Learning
are shaping the healthcare landscape. تفضل دكتور. Thank you, Dr. Faraj, for your informative talk. أدعو دكتور محمد ناجح الذي سيتحدث عن scientific research and challenges to achieve goals of development sustainability in Arab world. في الحقيقة هو الموضوع سوف يتم تناوله من زاوية العلوم السياسية وتحديدا العلاقات الدولية، لأن العالم العربي متواجد في 22 دولة عربية متواجدين في فضاء فيه أكثر من 200 دولة ومن ضوية تحت الأمم المتحدة. نحكي على تحديات العالم، كل يواجه في تحديات ما بعد الكورونا. الناس اللي تشتغل في العلوم السياسية وخاصة في العلاقات الدولية يحدوا أربع تحديات كبرى يواجهها العالم وقاعدة تتفاقم بعد موجة الكورونا، هي أساساً التغيرات المناخية، موضوع الثورة التكنولوجية، موضوع الهجرة الدولية، وموضوع العولمة الاقتصادية. التغيرات المناخية طبعاً الناس كل تعرف الاختلال التوازن الإيكولوجي والانحباس الحراري. أصلاً الدراسات بين 75% من التوزع الحضري للسكان في العالم متواجد في مناطق ساحلية، المناطق الساحلية هذه مهدة على الأقل بثلاثة ظواهر طبيعية، اللي هي مد بحري عنيف وزلازل في المحيطات، وأيضا تراجع مستوى الدلتا والشواطئ في السواحل، مما يطرح إشكاليات على مستوى التهيئة العمرانية والتجهيز الحضري للمدن والمناطق الساحلية. الثورة التكنولوجية أفضل مثال كان يحكي الدكتور صلابي مشكور على التطورات الحاصلة في الميدان التكنولوجي والإنترنت ووسائل الاتصال. موضوع الذكاء الاصطناعي أيضا يطرح موضوع فكري ويهم المجال الثقافي في كيف نقبل أو كيف نتعامل مع الذكاء الاصطناعي وكيفاش نحب نعيشه في ظل الذكاء الاصطناعي مستقبلا. الهجرة الدولية وما تعكسه من تنامي للصراعات والحروب والأزمات، والعولمة الاقتصادية نتيجة التدفقات المالية والتجارية واللي أصبح الحديث عليها حقيقة بعد نهاية فترة السبعينات، وتغير أصلا في المفهوم التقليدي لسيادة الدول اللي لم يعد مقتصرا على المجال الترابي أو مجال الجغرافي، أصبحنا نتحدث عن السيادة اللامادية، لأن سيادة الدول مخترقة بفضل العالم المتشابك والتكنولوجيا الحديثة. إذن في مواجهة هذه التحديات الأمم المتحدة طرحت أجندة التنمية المستدامة. في الحقيقة التنمية المستدامة كمفهوم يعود إلى بداية السبعينات، لما ميت انستيتيوت اوف تكنولوجي الولايات المتحدة الأمريكية نشر بحث علمي ساهم فيه 17 باحث وعالم اسمه حدود النمو، ونشروه في شكل تقرير وترجم إلى 30 لغة في العالم وبيعه ونسخت منه حوالي 30 مليون نسخة تقديرات تقول. وكان البحث العلمي هذا بطلب من منظمة دولية اسمها نادي روما متواجدة في زيورخ، طلبت من ميتا انستيتيوت اوف تكنولوجي إجراء دراسة حول ندرة الموارد الطبيعية مستقبلا في ظل التوقعات الديموغرافية في العالم، وكانت عندهم بروجكسن إلى حدود 2100. التقرير يوصي عرض سنة 72 يوصي وينبه إلى أن راح تصير في مشاكل بتاع تلوث راح تؤدي إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية كبرى في السنوات اللاحقة. والتقرير في الحقيقة صارت عليه نقاشات كبرى على المستوى المنتظم الأممي والجمعيات الدولية منظمة الأمم المتحدة، إلى أن كلفت منظمة الأمم المتحدة لجنة بقيادة وزيرة الخارجية النرويجية مدام برانتلاند ب إجراء دراسة أو تصور جديد للتنمية الاقتصادية في ظل ندرة الموارد الطبيعية المتوقعة مستقبلا، وخصوصا لضعف هي أزمة اللي عملتها الدول العربية
سنة 73 بحظر النفط اللي عمل صدمة فكرية كبرى واستدعى العلماء والمفكرين في الغرب للبحث عن بدائل جديدة، وبدوا يحكوا على الطاقات البديلة وبدأ تسابق نحو استعمال الطاقة النووية وما إلى ذلك. المهم اللجنة الأممية أنهت التقرير بتاعها وخدمتها بتعريف التنمية كمفهوم للتطور الاقتصادي الجديد بإدراج مفهوم التنمية المستدامة كتنمية تلبي حاجيات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية حاجياتها المستقبلية من الموارد الطبيعية. والتنمية المستدامة كمنوال اقتصادي عندها ثلاثة أبعاد حسب تقرير برانتلاند: بعد اقتصادي، يجب أن يكون النشاط الاقتصادي قابلا للتطبيق في المستوى على البعد البيئي، ويجب أن تكون البيئة صالحة للعيش بالنسبة للمجتمع المستوى الاجتماعي، وأن يكون الاقتصادي عادل مع الاجتماعي. وبدأت الأمم المتحدة تشتغل على موضوع التنمية المستدامة سنوات إلى أن وصلت سنة 2000 وحطت الأجندة الألفية لأهداف التنمية المستدامة سمتها، والتي تتكون من 8 أهداف تغيرت سنة 2015 إلى الأجندة الأممية 2030، والتي تتركب ولا تتكون من 17 هدف، منها لا للفقر لا للجوع، الصحة، التعليم، تقريبا كل المشاكل التنموية تتعرض لها الدول مجسدة في 17 هدف، واللي الأمم المتحدة حتى برنامج باش توصل تحقق أهداف من هنا لسنة 2030، من 2015-2030. طبعا كل الأهداف تستدعي البحث والابتكار، وهي مجالات تستدعي إبداع تصورات جديدة مرتبطة أساسا بالواقع المحلي. هكا علاش الأمم المتحدة في ضبطها لسياسات دولية خلت المجال للدول والشعوب لضبط سياسات محلية وطنية حسب مقارباتها وحسب خصائصها الثقافية والاقتصادية والحضارية. بالنسبة للعالم العربي وفي إطار الجامعة العربية، تم ضبط الخطة التنفيذية الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار سنة 2017 اللي صدرت عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة للجامعة العربية، واللي الهدف بتاعها هو الوصول بمنظومة البحث العلمي والتطوير والابتكار قبل حلول 2030 إلى المستوى الذي تساهم فيه مساهمة واضحة في عملية التنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية طبعا، وفي التحول إلى مجتمع مبني على المعرفة أساسا. لو نشوفوا احنا النتائج في دراسة أجرتها منظمة المجتمع العالمي العلمي العربي سنة 2020، تطور النشر العلمي في العالم العربي بين سنة 2001 و 2020، نلاحظ ارتفاع عدد الأبحاث المنشورة من حوالي 8000 ورقة علمية في عام 2001 إلى حوالي 84000 سنة 2020، أي ما يزيد عن 10 أضعاف العدد الأصلي لسنة 2001. هذا ينعكس على مؤشر الابتكار أو ما يعرف بتطوير المعرفة إلى قيمة، لأن إنتاج المعرفة هو استثمار في العلم، استثمار مادي، بينما تطوير المعرفة إلى قيمة هو ما يعرف بالابتكار. ثم تحسن ملحوظ لتواجد الدول العربية في الميت قائمة الأولى، خصوصا مع وجود الإمارات والسعودية ضمن 50 دولة من مجموع 132 دولة في التصنيف الأخير لمنظمة المنظمة العالمية للملكية الفكرية لمؤشر الابتكار العالمي لعام 2023. إذن إجمالا، إضافة إلى ترتيب الجامعات العربية دوليا الذي تحسن أو قاعد يتحسن من سنة إلى أخرى، سنة 2023 مثلا نجد 26 جامعة عربية ضمن 1000 جامعة عالميا مقارنة ب 19 جامعة سنة 2020 حسب تصنيف شانغاي، 14 جامعة عربية ضمن أفضل 500 جامعة عالميا بزيادة 2 عن العام الماضي حسب التقرير تصنيفات QS اللي صدرت في أكتوبر الفارط، وهي تصنيفات لسنة 2024، مع تواجد جامعة الملك عبد العزيز من السعودية في قائمة أفضل 200 جامعة إلى جانب جامعة قطر وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن السعودية. وإجمالاً مؤشرات التنمية للأهداف
17 مع بعض تؤكد أن المنطقة العربية سجلت اتجاهات إيجابية في 3 مجالات تتعلق بالتعليم والطاقة النظيفة وتغير المناخ، لكن المؤشرات التنموية لا زالت ضعيفة وغير مواكبة. الرسم بتاع النشر العلمي في الفترة ما بين 2001 و 2020 لو نشوفوا معدل النمو السنوي في إجمالي الناتج المحلي العربي لنفس الفترة، وإذا ما استثنينا الأزمة المالية لسنة 2008 الكيرف هابط ولا جائحة كورونا، فالتنمية لم تكن متطورة. إضافة إلى ذلك لأن نسبة الأوراق المنشورة بالنسبة للجامعات العربية والوطن العربي مجتمعة لا تمثل إلا 2.5% من الإنتاج العالمي، ولو قارنا فقط بدولة الاحتلال تنتج دول العربية مجتمعة، دولة الاحتلال تنتج نصف إنتاج المجتمع العربي دول العربية، ولو قارنا بدول الجوار تركيا تنتج أكثر من نصف، بروحها تنتج أكثر من نصف البحث العلمي مقارنة بالدول العربية، إيران كذلك تنتج أكثر من نصف الأوراق اللي ينتجها العالم العربي. إذن المطروح هو التوجيه الاستراتيجي للبحوث على مستوى العالم العربي لتلبية الاحتياجات التنموية، وذلك بتحسين الاستراتيجية العربية وتحسين تمويل العمل البحثي المشترك عربيا، وتدعيم الموارد المالية والبشرية للمؤسسات الأكاديمية والبحثية، بزيادة نسبة تمويل البحث العلمي من الناتج المحلي لكل دولة، مع ضرورة إدراج مفاهيم التنمية المستدامة وآلياتها في المناهج التعليمية لخريجي الجامعات، لأن إذا كانت التارجت بدعنا باش نخدم المجتمع وباش نكونوا الأبحاث موجهة للتنمية المستدامة، التنمية المستدامة أصبحت علم يدرس في الجامعات، ما تقدش تطلب من باحث باش يشتغل لك على مواضيع تنموية هو ما عندهش الآليات وما يعرفش حتى يكتب بروبوزل باش لطلب دعم ولا لطلب بيقدم على كولز، هو ما يعرفش الاقتصاد الدائري، الاقتصاد الأزرق، الفهم العلمي الصحيح للمسؤولية المجتمعية تدرس الآن في الجامعات، وتقريبا الاتجاه ثم تصنيفات تاع سستينابيليتي تو في الجامعات كلها متجهة نحو هذا الاتجاه. على فكرة الجامعة الدولية ما تطرقتش لهاش أنا، لكن عندها إمكانيات واعدة للذهاب في هذا الاتجاه باعتبارها مخصصة للطلبة بتاعها خدمة المجتمع 40 ساعة، يمكن الاشتغال عليها وإدراج مفاهيم التنمية المستدامة كمنهج تعليمي باستعمال نفس الوقت ونفس حتى العائد نفس التكلفة ما تغيرش، يمكن الاشتغال عليه في هذا الموضوع. إضافة إلى دعوة الأكاديميين والباحثين للانفتاح على محيطهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي خدمة لحاجيات المجتمع والشراكة مع القطاع الخاص، الاستراتيجية العربية أقرت وأوصت بأن القطاع الخاص مش الأكاديمي لازم يساهم 30% على الأقل من أرباحها في البحث العلمي، ولكن في التطبيق ما صارش هذا لحد الآن ما صارش. إضافة إلى بناء تحالفات وشراكات علمية مع الجامعات ومراكز البحوث الأجنبية والاستفادة طبعا من التمويلات المطروحة على المستوى الدولي لفائدة البحوث العلمية كما مشاريع هورايزن يوروب ولا التحالف العربي اللي موجود تو، وكثير من المشاريع يمكن الاستفادة منها وكثير من تحالفات جامعية يمكن العمل من خلالها وبها لتطوير البحث العلمي للجامعات. إضافة إلى تحديد المجالات الاستراتيجية خدمة للأجيال القادمة، وهنا أساساً الأمن المائي والغذائي والصحة لمجابهة الجوائح والتكنولوجيات الحديثة، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي. نختم هذا العرض بهذه الصورة لطائر جميل جداً ووراه حريق يشتعل، وهي تجسد أسطورة لطائر الكولوبري. الأسطورة هذه مشهورة عند الهنود الحمر، السكان الأصليين لأمريكا يستعملوا فيها زمان للتحسيس بالمحافظة على هويتهم وعلى عاداتهم وعلى موروثهم، وهي نفس الفلسفة يستعملوا فيها الناس اللي تشتغل في التنمية المستدامة للتحسيس بضرورة قيام كل فرد بدورة في المحيط بتاعه. الأسطورة أسطورة طائر الكولوبري تقول بأن حريقا نشب في الغابة ففرت جميع الحيوانات باستثناء العصفور الجميل طائر الكولوبري، ماشي وجاي على بحيرة بتاع مية
يجيب في قطرات مية ويصب فيهم على النار، وأنه الحيوانات هاربة تلفت لها تاتوي يشبه للتمساح، قال لها فاش تعمل يا كولوبري، فاكر أنت بريحة المية باش تطفي النار؟ الإجابة كانت معبرة جدا لطير الكولوبري، قال لها أنا أعرف ولكن أقوم بدوري. Yes I know but I do my part. وشكرا لكم على حسن الانتباه. أستاذ الدكتور رفيق المهدوي الذي سيتحدث عن research priority setting at LIMU past and future. هون نحكي بسرعة بس عن the research priority setting في LIMU experience اللي في LIMU والفيوتشر احنا المنظور بتاعنا في المرحلة الجاية. الـ priority means priority setting means referring to what is needed most and first. يعني كلنا عندنا عشرات الأشياء وكلهن نرى أنهن ضروريين دارا، لكن مستحيل تدير كل شيء. دائما لازم تختار من المتاح لك، تختار أكثر أشياء أنت محتاجهن توا أو يعني هن the most important. هذا في كل شيء يعني، ومن بينهن الريسيرش. We have to prioritize things. بالنسبة للريسيرش، the aim of priority setting and we have to align funding and outputs with the needs of decision makers. يعني لما تجد دائما decision makers هم أصحاب اسم decision maker، هم أصحاب القرار، سواء كنت في دولة أو في مؤسسة، أنت لازم بتدير كيف ما هم يبوا. هم عندهم فيجن وعندهم أهداف بيوصلوهن، لازم أنت تحاول توجه الفند اللي متاح لتحقيق الأهداف هذين، ما يضيعش الفند بدون ما تحقق الأهداف. هذا الأيم الأول. الأيم الثاني أن عادة الريسورسز ديما ليميتد، حتى في الدول اللي هن يعتبرون هاي إنكم تلقاهم حتى هم أفكارهم تمن أكبر من الليفل بتاعهم، ودائما الريسورسز ليميتد. والريسورسز مش بالضرورة يعني أن المال، أحيانا حتى التايم إز ريسورس، وأحيانا ما عندكش أنت الوقت الكافي. فالريسيرش برايورتي سيتنج تساعدك كيف أنك تستفيد من ليميتد ريسورسز هذين بأفضل شكل ممكن، ونمنع الدوبليكيشنز اللي هنا التكرار بتاع البحوث. دكتور محمد أشار لهن نعتقد الناس تنتج في نفس البحوث مكررة تحت أسماء مختلفة مع شوية موديفيكيشن، waste of time waste of resources بدون benefit. فهذين ال benefit لما إنه يكون عندنا research priority setting. البروسيس بتاع research priority setting هي في 3 stages: planning and preparation، وبعدين deciding the priorities، وبعدين finally after prioritization ال follow up اللي يصير. طبعا within each stage في multiple steps. okay. researchers اللي هم رول في ال stages الثلاثة. ال process هذه هي اللي مشينا عليها من سنتين تقريبا في LIMU، و وبروديوست البرايورتي ريسيرش برايورتيز في LIMU 22-25. هذا الاصدار الاول كان طلع تقريبا كان فيه 5 دومينز 34 سب دومينز و 299 توبكس، اللي كان يعني مفترض بان الريسيرشرز ان ياخذوا من التوبكس هذين ويديروا ريسيرش بحيث يحققوا الفيجن بتاع الجامعة. هذا الباست. الفيوتشر الآن سؤال الريسيرشرز، قلنا احنا هم عندهم رول في الستيجز الثلاثة. فالريسيرشرز في نوعين من الريسيرشر، في سولو ريسيرشرز والاندبندنت سموهم، وفي ريسيرش جروبس. الاندبندنت ريسيرشرز عادة they are not affiliated، ما ينتموش لحد، مش بالضرورة يكونوا تبع مؤسسة، يشتغلوا حد هاي. وthey can do research in any area of research حسب الانترست بتاعهم، ما همش موجهين بالneeds، موجهين بالانترست.
يعتمدوا على their own resources، لأن هم ما ينتموش لأي مؤسسة، وبالتالي هم اللي يصفوا على البحوث بتاعهم بطريقتهم كيف ما يجيبوا resources. ولكن دائما they are facing unique challenges، ديما عندهم مشاكل خاصة لأنهم يشتغلوا وحدهم. العصر بتاع الوان مان شو هذا انتهى، عصر بتاع نيوتن وبتاع أينشتاين وبتاع انتهى، كل ما يمكن يدروه البشر كفرادة دروه. الآن البشر محتاجين يشتغلوا مع بعضهم باش ينجوا شيء ذا قيمة. يظل مجال ممكن فيه ناس عباقرة يجيبوا شيء وحدهم، هذا استثناء اللي احنا مناش منهم، مناش حد يقدر يدعي بأنه هو من العباقرة اللي ممكن يبدعوا كإنديبندنت ريسيرشرز ويوفروا الريسورسز وحدهم ويصرفوا وحدهم. تالي الإيرا هذا هي خلاص is failing، والآن الإيرا بتاعت الريسيرش جروبس تيم وورك. The disadvantage of being solitary researcher، شنو العيوب بتاعها؟ أنه limit the breadth and depth of the work. مهما تكون أنت تشوف في نفسك ذكي وعبقري وتفهم، في النهاية أنت one brain، دائما حتظل قاصر عنك تشوف كل شيء وتفهم في كل شيء، ودائما حتفوتك أشياء. صعب أنك تستمر كباحث وحدك في ظل إذا كان تواجه فيك مشاكل وعقبات وانت تحل فينا بروحك، ممكن انت نفسك تفقد الانترست وتوجه لبحث في اتجاه اخر. لذلك اغلبنا احنا اغلبنا نديره في ريسيرش. لو جيت بحث دير اناليسز للمنتجات تاع اي واحد حتلقاها تقريبا من كل بستان زهرة، كل مرة دير حاجة في، حتى لو هي فتحت نفس التايتل سبيشاليتي معين، لكن كل مرة في ديزيز مختلف، ومرة واحدة على البريفنشن وواحدة على المانجمنت وواحدة على، بحسب الانترست، لأنك ما نكش فوكس، تقدرش تجد فوكس لما تجد بروحك. طبعا هذا لما تشتغل بروحك مش هتستفيد من الفيدباك بتاع الآخرين والأدفايزز بتاعهم، وممكن حتى المساعدات بتاعهم، وتجد overwhelmed بالشغل. انت تبي تكون البروجكت مانجر، وبتكون انت الساينتست اللي يشتغل في اللاب، وانت اللي بتدير الداتا اناليسز وداتا انتربريتيشن، وانت اللي بتكتب البيبر، وانت يعني it's so difficult إن الواحد يشتغل بالطريقة هذه. وبالتالي ما تلكم الإيرا هذه almost gone، يعني محدودين الناس اللي يقدروا يتفوق، وهم موجودين، الناس هذوم دائما موجودين، لكن شنو مدى تأثيرهم في العالم، شنو مدى تأثيرهم في البحث العلمي، شنو مدى الابتكارات اللي حيدروهن، أصبحت فرصهم محدودة جدا لو بنشتغلوا بالطريقة هذه. وإحنا للأسف نشتغلوا بالطريقة هذه، الناس كلها تشتغل في البحوث حاليا بطريقة السولو ريسيرشر. ريسيرش جروبز ان مجموعه من الريسيرشرز عندهم نفس الـ يعني الانترست، يشتغلوا على السيم سبجكت كجروب. الميزه هنا هي الكولابوريشن، ان هنا مالتيبل مايندز هيكون موجودات، مش وان مايند. عندهم دايفرس باك جراوندز، كل واحد عنده خلفيه مختلفه، وبالتالي طريقه مختلفه للتفكير ونولج مختلفه، وبالتالي حينجوا ديفرنت ايدياز، وهذا حيعطي انتاجيه افضل. ريسورس شيرينج، يعني صعب انك تلقى تمويل وانت سولو ريسيرشر، يعني من اللي بيحط فلوسه بيحط الاف والله ملايين بادجت لشخص مش بيدير بحث مجرد لانه انترستد، هو حاب يدير البحث هذا، ما لم تكون هذا البحث هذا مميز، يعني معروف فيجر في العالم ممكن، وهذو محدودين. لكن لو احد منا يعدي يقدم عليه فند هيك كسولو ريسيرشر، مستحيل حيعطي حد فند. وهذه المحاوله اللي واجدين جربوها حتى في هورايزون يوروب، يقدموا في علي 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 فند وما يحصلوش، لانك تقدم انت كسولو ريسيرشر. هل اسم المشهور انت اللي هم يقولوا ما صدقنا طلب هذا حيجيب لنا حاجه، انت مجرد شخص واضح انك تاخذ فلوس تدير بيبر لروحك خلاص، ما حد حيعطيك فند بالطريقه هذا. الكونتينوس ليرنينج انفايرمنت، لما تشتغل في ريسيرش جروب فيه فرايتي من الناس، فيه سينيوريتي، في ناس قدم، في ناس اكسبرت، في ناس خاضوا تجارب معينه، حيقدوا نيو ريسيرشرز يتعلموا من السينيور ريسيرشرز، وبالتالي او حتى السينيور في بعضهم كل واحد اكسبرت في فيلد مختلف شويه على الاخر، عنده خبره مختلفه يتم تبادلها، وبالتالي كلهم يصير لهم بروفيشنال ديفلوبمنت اثناء العمل. سبورت نيتورك، حيدعموا بعضهم، الفيدباك للاخطاء اللي يصير، ملاحظات، ادفايزز، اسيستنس، وبالتالي البرودكشن بتاع البيبر حتكون او بتاع البحث يعني حيكون
افضل. وبالتالي في المجمل الريسيرش جروب حيعطي انكريزد برودكتيفيتي اند انوفيشن عن السولو ريسيرشر والاندبندنت ريسيرشرز. دور الريسيرش جروب في البرايورتي سيتنج حيكون من البدايه من الاناليسيس اوف ذا ترندز ريسيرش ترندز ايفالويتنج البوتنشال امباكت اوف ديفرنت فوكست اريا الى developing research areas و research topics و research questions, لكن ما عاش تندار كانديفيدوال, تندار كجروبس. تركيبة الريسيرش جروب لو يكون في ليدر للجروب عنده leadership skill وعنده experience في المجال, والليدر هذاي هو اللي تنبنى عليه باقي الفريق, يجمع الفريق بتاعه اللي هم مجموعة من الاكسبرتس, scientists and scholars, students, professionals from various fields, هو اللي يعرف كل الناس اللي يحتاجهم ويجمعهم. How to develop a research group, the process لو بنمشي فيها كيف مفروض تمشي. أول شيء defining your research area, المؤسسة لازم تحدد هي شنو الresearch area اللي بتشتغل فيه, شنو اللي محتاجة هي, نبو نمشي وين. يعني مثلا لو Horizon Europe حاطة مثلا 5 areas للresearch, واحدة منها مثلاً الـ climate change والـ environmental change والـ impact, كيف الـ prevention والـ managing. لو تكون هذه هي area مثلاً of research, يبقى خلاص أنت تبدأ هنا recruiting الناس اللي تقدر تشتغل لك research في المجال هذا. recruiting الممبرز منين نجيبهم الناس هذوم؟ تقدر تعرف عليهم الناس اللي هم خبراء في الفيلد هذا من خلال conferences اللي تحضرهن, البروفيشنال نتوركس والاونلاين بلاتفورم كيف الريسيرش جيت او ما اليها, اللي حتلقى فيها الناس اللي هي انترستد في البحوث او اكسبرت في البحوث في المجال هذا, تبدا انت ريكروتينج ذم ان عندنا ريسيرش جروب ومحتاجين اكسبرت معين في الفيلد, يبدا يلتموا عندك. استابليشينج كلير جولز اند اكسبكتيشنز, لما يبدا يشكل الفريق يبدا يحطوا في الجولز بتاع الريسيرش بتاعهم. سكيور الفاندينج, هنا أصبح عندك أنت فريق وأصبح عندك research proposals, تبدأ تبحث لهم عن research funding. funding مش بالضرورة يكون من المؤسسة نفسها, funding ممكن تجيبها من كيف الـ Horizon Europe. Horizon Europe الـ budget بتاعها للresearch من 23 لعن 30 95 مليار يورو, 95 مليار يورو, رقم خيالي ومتاح للجميع, لكن مش متاح لأفرادك. متاح ليش حد يثبت لي بأنه فعلا حيدير ريسيرش لها قيمة, نفس ما قال دكتور محمد من بدري, يعني بحوث تنشر, بحوث ذات قيمة, بحوث رصينة وتنشر في مكانات, يعني في 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 highly ranked journals. ممكن أنت تحصلها مش مستحيلة, لكن لما يكون عندك ريسيرش تيم فيه experts ومقدم هو ناشر بيبرز وكذا في التخصص هذاي, بحيث هم يلقوا تراست انهم فعلا يدفعوا فلوس في المجال هذا. فوستر كولابوريشن اند سينرجي, طبعا لما يبدا يشتغلوا الشغل مع هذا تيم ضروري يقعد فيه ريجولر تيم ميتينج وسيمينارز ووركشوبز, يقعدوا خلاص هم نفسهم كانهم كليه هنا في الجامعه او كانهم مؤسسه تشتغل باستمرار, عندها الياتها واجتماعاتها وادارتها وكذا, ما همش ناس جي هيك مره تدير في البحث مره في الاسبوع ولا مره في الشهر يدير حاجه خلاص. خلاص يقعد هذا وحده عمل, الريسيرش جروب هو وحده عمل تتواجد يوميا مع بعضها وتشتغل وفي اجتماعات وفي تاسكات يندار. ديفلوب سبورتيف انفراستراكشر, يبداوا يطلبوا بعدين اذا كان تبني انت معامل تستورد اجهزه بتحط جيب فاسيلتيز انجابا اكوردنج للريكويرمنتس بتاع الريسيرش جروبز هذوم, لانهم هذوم ما همش حاجه مرحله مؤقته, يعني ماش حاجه تبان في شهر اثنين وتنتهي. هذوم ريسيرش جروب ممكن يقعد 10 سنين يخدم باش يكمل بروجكت كامل, قد ينتج في العشر سنين هذين عشرات والله حتى مئات البحوث في حاجه محدده, يراكم المعرفه كلها, تتراكم النولج في 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 في, في النقطه هذه بالذات, وبالتالي تصبح أنت بيت خبرة, الناس هذوم يصبحوا مرجع حتى على مستوى العالم في الموضوع هذا. mentorship and guidance, كيف أنت ممكن تشجع الناس اللي معاك وتعطيهم فيدباك وتخليهم يستمروا. publishing and dissemination of findings, كل الأبحاث اللي بتديرها أنت بتنشرهم, إيش أنت تشير الإكسبرينس بتاعك مع الآخرين.
ونتوركينج اند كولابوريشن، حتى اكتشف ان فيه ريسيرش جروبز اخرى كيف كنت تشتغل في نفس النقطه في مكانات اخرى في العالم. قد يكون عدد بسيط لما تكون الحاجة تدرس فيها أنت نادرة، 3-4 ريسيرش جروبز على مستوى العالم، وممكن يكون عشرات لما تكون الحاجة تدرس فيها حاجة هوت توبيك وقاعد الناس كلها تشتغل عليه. حيقدر الريسيرش جروبز كونكتد ببعضهم، يقدر الاتفاقيات ما بين الريسيرش جروبز مش ما بين كليات وما بين جامعات بصفة عامة وخلاص، هي الريسيرش جروب اللي هنا والريسيرش جروب هنا يندار اتفاقية بينهم، يبدوا يتبادلوا في الخبراء وفي المعرفة وفي التكنولوجي وفي الديسكشن، ويبدا بالطريقه هذه البرودكتيفيتي حتزيد والكواليتي بتاع الريسيرش حتزيد. هذين الستبز اللي لو نبي نديروا ريسيرش جروب يعني كونسبت يبدا نتبنوه كبديل للكونسبت السابق او السائد طول الفتره ان سولو ريسيرش، كل واحد يدير ما يبي كيف ما يبي امتى ما يبي ومش مهم شندار. هذه الطريقه على الاقل ان سامري كيف ممكن نمشي فيها. شكرا. أوعدكم الآن مع الأستاذ الدكتور سليمان شريف الذي سيتحدث عن Predatory Journals and Publications. 25 بحث من قسم واحد من الأقسام الطبية، رئيس القسم اسمه في 25، فأحد الحاضرين كان شخص إنجليزي فيسأل في اللي جنبه يقول له إز السر نيم بتاع الشخص هذا اللي هو شالبي نيملس، إذا تكون من نيم عندكم؟ طبعا سؤال خبيث، الإنجليز عندهم خبث، لما معروف الانيشيز تدل على من هو الشخص. أتمنى الحقيقة أن يكون عندنا ريفرنس لابس، أن يبقى فيه فيلد اوف ريسيرش اللي يقوم بريسيرش في فيلد معين ويقعد أز ريفرنس لاب للدولة وللمؤسسة and so on. Now in my talk, when we talk about the publishing, لأن this is the end result of a tedious work على the proposal, على conduction تاع experiments, the coding تاع results تاعك, the analysis, and finally you have to discuss it and you have to publish it. The problem, in, especially for young scientists, most of the time they are trapped في predatory journals. In this talk, we'll try to define the predatory publishers, recognize the journal which is classified as predatory, and we will discuss the peer review. Now, why we publish? In addition, the main aim of publishing or doing research is to create knowledge or enhance already present knowledge. لكن for the side of the author or investigator, usually to get recognized, this is one of the aims of publishing his work. أيضا for recruitment, لأنك you have to write a CV, you have to talk about your publishing or research productivity. It is used also for renewal of contracts. Well, this is something which is missing from our universities, whether private or public. وأيضا for promotion. If you publish in a predatory journal, you might lose your article. Of course, as we'll see, even your reputation will be wrecked down. The predatory publisher عبارة عن شخص deceptive agent trying to attract especially authors اللي عندهم high productivity research to publish in his journal. At the same time, they don't provide you with any scholarly reward, or they don't meet your expectation. Now, predatory, it could be a predatory on purpose, because he would like to collect money, or it could be not intended as a predatory, but because of mismanagement or inexperience of the publisher himself, or the other, it could be because of ignorance. Now, publishing in a predatory journal, it will ruin your reputation. You will lose your article, and this journal it might disappear after a few issues or volumes. At the same time, you cannot republish your article in another journal. It's already published, which will not be considered for your promotion or
renewal of the contract. Now, peer reviewing الحقيقة very important, لأن if it is done appropriately, لأن some reviewers they are not really honest. Or there is monopoly even reviewing articles. لأن sometimes you might find somebody who's biased against the Arab people, or the Muslim people, or sometimes about even although the journals usually they forward an article to a reviewer or they take off names with the place of the conduction of the research. لكن sometimes points, certain points, they are there. لأنك في الميثودولوجي you might write and this was carried out in, let's say, in the Hawari Hospital in Benghazi, Libya. First, and by hook or crook, sometimes the reviewer, they can tell from which country this paper is coming and so on. Now, if it is done in a proper way, it will provide you with very good recommendation comments, which will improve your article. They can give you some idea about or suggestion about proper statistical analysis, about some recommendation or changes in the language, and so on. So you always end up benefiting from the appropriate peer review. Appropriate peer review is always beneficial to the author, like inappropriate, it could be biased, a rejection of the article, or some, probably this is back in the 1960s, 1970, some reviewer, they reject your article, or then you'll find it published in their names. You cannot tell who the reviewer was, but you do. I remember sending an article to a very reputable journal before online journals. One of the reviewer, he was very eminent in the field of narcotic addiction, dependence, and so on. And his name was in the review form by mistake. He suggested very good recommendation about improving the article. We accepted the article. The second reviewer, his name was not there, but he suggested to include two references to increase his citation. I challenged one of them, like the other I accepted just to speed up the publication process. Sometimes they need to increase their citation, so they suggest include in the reference list when they text some of their papers. Sometimes they recommend a logical or a relative comments and recommendation. If you are confident of your research, you better challenge them. Most of the journals, the reputable journals, they accept the challenge. You can challenge on any solid basis, or they accept it. Now, what makes you get suspicious of a journal being predatory? Most of the time, the predatory journals, they select a name very similar to a reputable journal. And in the field of pharmacy, you can find pharmacy practice. And then you find Journal of Pharmacy Practice or Pharmacy Practice Journal. Names, usually, they selected in a stupid way to be very similar to a reputable journal. Direct emails inviting you to publish in their articles. Usually, a reputable journal, they don't chase authors to publish in their journals. At the same time, you'll find on their homepage a lot of spelling grammar mistakes. There is no peer review, there is no tracking system or retraction system. The impact factor always fake. They depend on, I think, a system called Copernicus impact factor or so. They rapidly produce article in a print form, they published very quickly. Well, this is because there is no peer review. Editorial board, either they are fake names, or sometimes they are editorial board, they put their names, they are not affiliated with the journal. Or most of the pages, if you try to go through any page on the site of the journal, you'll find
statement under construction. The other, they are claiming in Muhammad they are indexed في databases. It is not sustainable. It means that after a few issues, it might disappear the journal. Well, of course, not open about contact information. Most of the time, they send you a letter or they ask you to post your manuscript directly on their emails. They don't have a submission system. The scope of interest is wide. And sometimes you find in one journal with biomedical and non-biomedical topics on the same. They use emails, personal emails. They don't have emails affiliated to the journal. You find in a moment they are using Yahoo, Hotmail, or Gmail. This is just a letter which I received some time ago. They are asking me to publish. They are saying that they tried or they didn't receive any reply from me, so they used different emails, whether the email affiliated to Limo or others affiliated to Gmail, Yahoo, and so on. Now, if you suspect the journal to be predatory, you can check on any of those sites, the Open Access Scholarly Publisher Association, a directory of open access journals, or also the Committee for on Publication Ethics. Now, I need to say something about the impact factor because so many people believe that the impact factor is something very important. Now, I would like you to compare between nature. The impact factor is not 42, but it's approaching 42. The impact factor for heart transplantation journal, it will be 0.4 or 0.5 because it is read by limited number of people. But don't consider the impact factor on HR index, they are specific, they are unique. Now, Einstein, he has four papers, H index 7, like in four papers, full of new knowledge. I hope that young scientists try to avoid predatory journals, and they again wreck your reputation. They cannot be considered for a promotion or renewal of contract. And at the same time, they give a very bad impression about your research investigations. In 2014, there was more than 400,000 articles in predatory journals. 3/4 of them were from Africa or Asia. In 2016, Jeffrey Baer listed 923 publishers, 882 journals, and 101 hijacked journals, which means that they took the name of another journal, which is reputed. All of them, they are registered or listed as predatory. Thank you very much. شكرا لجميع المتحدثين الكرام والآن ندعو أستاذ دكتور رئيس الجامعة ودكتور وكيل البحوث والاستشارات لتكريم السادة المتحدثين والطلبة الفائزين بالأيام العلمية على مستوى الكليات بالإضافة لجائزة أفضل بحث على مستوى الجامعة.